بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة البي كي بروجرامرز. هذا الفيديو راح نتعلم مثال اخر عن المصفوفة. بهذا المثال راح نفترض انه احنا عندنا مصفوفة. هذه المصفوفة هي عبارة عن درجات لطالب، خلينا نقول عنده 5 درجات، او نبدلها ب ان من الدرجات كونست انت ام يساوي لنا 5، حتى ممكن نغير بها بعدين. اوكي، اكيد راح نحتاج نقرا هذه الدرجات، وحتى نقراها راح نحتاج عداد يمر عليهم، وهذا العداد اكيد هو رقم صحيح من نوع انتجر. راح اسوي 4 اي تساوي 0، اي اصغر من ام، اي بلس بلس. اوكي، سي ام مارك اوف الاي، اقرا لي الدرجة، اي اقرا لي اول درجة. احنا عندنا طالب عنده 5 درجات، ونشوف كل مادة نطبع درجته نريد، ونطبع هل هو ناجح لو حاسب. اوكي، الان بعد ما سوينا القراءة راح نسوي طباعة. 4 اي تساوي 0، اي اصغر من ام، اي بلس بلس. اوكي، اول شيء راح احتاج اطبع درجة الطالب. درجة الطالب وين مخزونة؟ مخزونة بالمصفوفة مارك، اي تطبع الدرجة صفر، موقع صفر او الدرجة الاولى يعني. اوكي، واخلي وراها سبيس. الان اجي اشيك اذا الدرجة هذه، الدرجة الموجودة بهذا الموقع، اذا هي كانت اكبر من 50 راح اقول له سي اوت باس، يعني اجتاز او نجح الامتحان. اند لاين ايلز سي اوت فايل، وهم انزل سطر. اوكي، هذا برنامج بسيط، نجي للتنفيذ. اوكي، عرفنا الان كحجم، عرفنا مصفوفة، نادي نسوي القراءة للمارك لوب بدأ من الصفر. اذا راح اسوي القراءة للمارك اوف الصفر. اوكي، القراءة وين راح تروح؟ مثلا اول درجة نقول 70، الدرجة الثانية نقول 50، الثالثة مثلا 65، اللي بعدها 43، والأخيرة 80. هذه درجات الطالب. الآن انتر، لاحظ طبع الدرجة الأولى 70 باس، الثانية فيل، لاحظ 50 طبع فيل، المفروض 50 ناجح. ليش؟ لأن هنا أنا صار عندي خطأ معنوي أو لوجيك ايرور. هذا الخطأ شنو أصححه؟ أصغر أكبر أو يساوي، يعني الطالب ينجح من تكون مو درجته أكبر من 50، من تكون أما أكبر أو تساوي 50. أوكي، هذا البرنامج لي فكرة بسيطة حتى نتقوى أكثر ونتدرب على المصفوفة. تابعونا بالفيديو القادم إن شاء الله.